السلام عليكم. من فترة كده كنت بتكلم مع واحد صاحبي بقول له ما تيجي نروح نتعلم كرينا الالترا ساوند، فبص لي كده وقال لي يا ابني هو الكرينا الالترا ساوند ايه غير شوية هيموريج وشوية هيدروكيفالوس ومحاضرة كده نسمعها على النت وتبقى زي الفل، بس كده؟ اه بس كده. دي كيتشر ناو وريجارد لا، وانت تشوز منهم. اوكي خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ للأسف ده كان الاعتقاد السائد لفترة كبيرة جدا، ولحد دلوقتي ما بين قطاع كبير جدا من الأطباء الحقيقة الموضوع توسع حبتين ثلاثة أربعة كمان، واتعمل عليه دراسات كتيرة جدا جدا، والفحص ده بقى في غاية الأهمية، ولازم كل دكتور بيتعامل مع حالات أطفال في الحضانات أو حتى بعد ما يخرج من الحضانات لازم يكون عنده نوليدج في الموضوع ده هو كويس جدا. انت تعرف ان اكتر من 90% من الأطفال اللي بيتولدوا بريترم يعني قبل 30 اسبوع بيجي لهم سب ابندايمال جيرمينال ماتريكس هيموريدج، وان 50% منهم بيكونوا سايلنت كيسز مش بيكون فيها اي اعراض خالص. تعرف كمان ان البروتوكول المتبع للكرينال الترا ساوند ان اي طفل بريترم يعني اتولد قبل 30 اسبوع او حتى قبل 35 اسبوع لازم بعد ما يتولد يتعمل له كرينال الترا ساوند، وبعد 3 ايام وبعد اسبوع وقبل ما يخرج من الحضانه بالسلامه. تعرف كمان ان حتى لو الطفل اتولد فول تيرم وحصل له مشاكل في الولاده او حتى قبل الولاده زي بلاسنتال انسفيشنسي لازم يتعمل له كرينال الترا ساوند عشان نشوف لو في اي اسكيميا حصلت وهل اثرت على المخ وكانت درجتها ايه، لان ده هيفرق كتير جدا جدا في البروجنوزس وكمان خطه العلاج. انت تعرف كمان ان الكرينال الترا ساوند ومعاه الدوبلر ستادي احسن وسيله بتقيس الهيمودايناميكس اوف سيريبرال فاسكولاريتي، مفيش اي وسيله تانية تعرف تعمل الموضوع ده. هنتعلم ايه في الكورس ده؟ هنتعلم التكنيكال اسبيكت بتاع الجهاز اللي هنشتغل عليه، هنتعلم ايه انسب البروبات اللي هنشتغل بيها، ازاي نطلع صوره كويسه، نفهم الجهاز اللي هنطلع بيه الشغل ده. هنتعلم كمان التكنيك مع الاناتومي بشكل سيستماتيك بطريقه التشيك ليست، ان مع كل ليفل في لاند مارك معينه لازم ندور عليها، ومع كل ليفل في مقاسات معينه هناخدها، وفي باثولوجي ممكن نتوقعه في الليفل دهون بشكل ممتع جدا وهنستمتع بيه ان شاء الله. هنتعلم حاجه جديده في غايه الروعه اسمها كرينيال بايومتري، ان في 12 مقاس لازم يتاخدوا في النيونيتال برين، وده هينبني عليها تشخيصات كتيره جدا جدا وهتفرق معانا كمان في المتابعات في الفولو اب في الريكومنديشنز. هنتعلم كمان حاجه جديده اسمها برين اديما بنشوفها كويس جدا جدا في الالترا ساوند احسن من اي وسيله تانية، وكمان هنقدر نعمل الجريدنج ليها والبروجنوز بتاعها كمان. هنتعلم كمان سكورنج سيستم، ان في بعض الديزيز وبعض الباثولوجي لها جريد هناخدهم بالترتيب زي الهيمورج زي الليكوماليشيا زي الهيدروكيفالاس زي حاجات تانية كتير. هنتعلم كمان الحاجات الرير اللي ممكن تقابلنا زي الكونجينيتال مالفورميشن بحيث لو قابلتك حاله تعرف نتكلم فيها ويكون في بيس موجود. هنتعلم كمان نكتب تقرير كرينال الترا ساوند بشكل احترافي بطريقه التشيك ليست برضه، هنراعي الجايد لاينز الحديثه بحيث يبقى التقرير شكله كويس ومعمول فيه شغل كويس جدا جدا. الكورس ده خلاصه اكتر من 20 تكست بوك وورقه بحثيه اتكلموا في الكرينال الترا ساوند، وكمان خلاصة فحص أكتر من 1500 طفل اتعمل عليهم كرينال الترا ساوند سواء في الحضانات أو في العيادات الخارجية بمعرفة الكلينيكال هيستوري والمتابعات بتاعتهم والصور بتاعتهم كلها موجودة، بالإضافة كمان لهم عملوا سي تي أو ام ار اي برضو موجودة في الكورس ده، فاحنا هنتكلم بشكل تفصيلي بالإضافة الزتونة بتاع الموضوع. الكورس ده لمين؟ الكورس ده لكل دكتور بيتعامل مع حالات أطفال وموجود في مكان فيه حضانات، سواء دكتور لسه هيبدأ طريقه في الأشعة أو حتى دكتور قديم أو زمايلنا الأكبر مننا، بحيث يراجع معلوماته معانا بشكل سيستماتيك وكمان يضيف لنا من خبرته. الكورس ده كورس تدريبي نظري بشكل تفاعلي، هنقعد نفهم ونحفظ وهنراجع كل المعلومات، إن شاء الله مش هتحتاج تذاكر بعده حاجة تانية ولا هتحتاج تقرأ أي كتاب تاني بعده. كمان بعد ما نخلص النظر ان شاء الله هيتم التنسيق ان احنا ننزل حضانات ونتدرب فيها بشكل عملي مرة واثنين وثلاثة لغاية اما تتقن الفحص ده بشكل كويس جدا جدا. بعد ما نخلص الكورس على خير ان شاء الله هنكون مع بعضنا في الجروبات سواء على الواتس او على الماسنجر، هنكون مع بعض في اي استشارات خاصة بالكرين الالترا ساوند. ان شاء الله يكون كورس ممتع ومفيد لكل دكتور نفسه يتعلم حاجة جديدة ويطور من نفسه باستمرار. سلام عليكم.